قال مراقبون في الجزائر إن قرار السلطات وضع قواعد جديدة للتظاهر من شأنه أن يؤدي إلى صدام بين السلطة والمتظاهرين، في ضوء مؤشرات بأن ناشطي الحراك قد لا يلتزمون بالقيود التي وضعتها الحكومة، ولا سيما ما يتعلق بالترخيص المسبق للتظاهر. وكانت الداخلية الجزائرية أعلنت قواعد جديدة للتظاهر في البلاد تفرض على الراغبين في تنظيم احتجاجات أو مسيرة سلمية طلب تصريح مسبق من الجهات المختصة. نحو التصريح المسبق بأي مسيرات في الجزائر تتجه السلطات بعد أن وجهت وزارة الداخلية تحذيرات شديدة اللهجة لمكونات الحراك بضرورة إيداع طلب تصريح لدى السلطة المختصة إقليميا والكشف عن أسماء المسؤولين عن المظاهرات وشعاراتها قبل تنظيمها، وهي خطوة يرى البعض أنها تهدف إلى تنظيم مسيرات الحراك الشعبي تفاديا لأي انزلاقات. تنظيم الحراك ولا أي تنظيم على مستوى الشارع لازم يكون تنظيم، لازم يقيس بالحرية الشخصية، لازم يعني تكون فيها ظروف ملائمة للحراك يقدم المهمة تاعو اللي راه فيها، من خلال يعني أنه يكون سبب لإعادة تنظيم الساحة السياسية. الحصول مقدما على تصريح للتظاهر يراه النشطاء وسيلة للتضييق عليهم ميدانيا ومنع وصولهم لمواقع التظاهر والتمهيد لوضع حد للمظاهرات الأسبوعية. ربما يستبق القمع، ربما يستبق فض الحراك، وربما يستبق وضع فخ. ما هو هذا الفخ؟ مثلا عندما نطالب الحراك أن يقدم ممثليه أو يقدم قياداته. استندت وزارة الداخلية في بيانها إلى دستور 2020 الذي كرس حق التظاهر بمجرد إخطار السلطات، وهو أمر قد يأخذ بعدا آخر عند المتظاهرين الذين يرفضون أن يكون الحراك ممثلا وله قيادة. طبعا من الناحية القانونية هو بيان قانوني يندرج ضمن الدستور الذي اختاره الشعب في نوفمبر 2020، يعني من ناحية قانونية الترخيص بدل التصريح بدل الترخيص، هذا الشيء دستوري قانوني يعني الدولة تدعو إليه. يتوقع بعض المراقبين أن يخلق طلب التصريح من السلطات نوعا من الصدام بين المتظاهرين والسلطة، خاصة أن من غير الوارد أنهم سيمتثلون بالفعل لقرار ضرورة الحصول المسبق على ترخيص بالتظاهر. من المنتظر أن يحدث البيان الذي أصدرته وزارة الداخلية مواجهة لاحقة في الشارع الجزائري، حيث أن كل طرف لا زال متمسكا بموقعه وبمواقفه، ولا يمكن للحراك أن يتنازل بسهولة. وهددت وزارة الداخلية بأن عدم الالتزام بالإجراءات الجديدة سيعتبر مخالفة للقانون والدستور ويسقط الشرعية عن أي مسيرة تخرج بدون تصريح، ويستدعي التعامل معها على هذا الأساس. وفيما تؤكد السلطات أن طلب تصريح للتظاهر هو عملية تنظيمية، يعتقد البعض أنه جزء من محاولات السلطة لإنهاء مسيرات الحراك الشعبي، وبين الطرحين تبقى الاحتمالات مفتوحة لمآلات الحراك الشعبي الذي دخل عامه الثالث. نريم قداش، الحرة، الجزائر. من الجزائر ينضم إلينا سمير بالعربي الناشط السياسي. مساء الخير سمير، رمضان كريم. نبدأ ربما التساؤل الأول الذي يطرح الآن في ظل ردود الفعل الأولية من طرف الناشطين في الحراك في الجزائر، ربما هناك إجماع على أنه لن يكون هناك أي طلب للترخيص بالخروج في مظاهرة الحراك، هذا يعني أن أيضا خرقا للقانون. كيف تتوقع أن تكون عليه هذه الحالة ما بين الحراكيين والسلطة؟ رمضان كريم وعيدكم مبارك مسبقا. بداية نعبر عن وقوفنا مع شعبنا الفلسطيني في أرض فلسطين وتضامننا معه بكل الوسائل، ووقوفنا مع الشعب الفلسطيني في حربه ضد الاستعمار والاحتلال الإسرائيلي، كان الله في عون إخواننا. بالنسبة لبيان وزارة الداخلية، نظن أنه هو فشل آخر وإثبات أنه النظام يريد بكل الوسائل قمع الحراك.
النظام الذي استعمل وسيلة التضييق، وسيلة الاعتقالات، وسيلة منع الجزائريين في كثير من الولايات الداخلية من المشاركة في المسيرات، وصل الحد إلى اعتقال المصلين قبيل صلاة الجمعة، منع كثير من الحركيين من المشاركة أصلا في صلاة الجمعة. اليوم النظام يتناقض مع تصريحاته. أكثر من مرة الرئيس أكد أنه الحراك مبارك، أنه الحراك والمسيرات في الشارع لا تخلقه، أن هذا الحراك هو الذي قضى على العصابة، ولكن نظن اليوم وصل النظام إلى نتيجة أن هذا الحراك يزيد قوة، يزيد سلمية، يزيد وحدة عبر الولايات الداخلية والولايات الساحلية. لذلك لم يجد النظام اليوم من مخرج إلا شرعنة قمع الحراك في الأسابيع القادمة، وهذا ما نخشاه. قضية أن الحراك يطلب رخصة من أجل الخروج يوم الجمعة، نذكرهم أن الجزائريين والجزائريات خرجوا يوم 22 فيفري ولم ينتظروا رخصة من عبد العزيز بوتفليقة ولا من نظام عبد العزيز بوتفليقة، وإنما خرجوا ليعبروا عن رفضهم لاستمرار هذا النظام. ولا أحد اليوم من الجزائريين والجزائريات مستعد أن يتكلم باسم الحراك، أن يروح يطلب الرخصة، لأن الحراك هو ملك الشعب الجزائري. هذا الحراك سيظل وسيتواصل بسلميته، بقوته، بوحدته، رغم كل استفزاز الذي تمارسه السلطة. هذا إثبات أن هناك فشل سياسي، فشل فكري. ألا فشل تتوقعون الآن أنه ستكون طريقة التعامل من طرف السلطة مختلفة تماما؟ شوف سيدي الفاضل، السلطة ماضية في تنظيم الانتخابات التشريعية، هي تأكدت أن الانتخابات التشريعية القادمة ستكون فشل ذريع آخر بعد فشل استفتاء أول نوفمبر وفشل محطة 12-12، والدليل على ذلك قامت بتمديد مدة جمع الاستمارات، لأنها تأكدت عبر الشوارع المدن والقرى أن هناك عزوف عن المشاركة، عزوف عن جمع التوقيعات لصالح المترشحين. اليوم هي تخشى ببقاء الحراك أن لا تكون هناك مشاركة قوية، وتخشى أيضا أنه لن تكون لحملتها الانتخابية ولا لأحزابها القدرة على إقناع المواطن بجدوى المشاركة. لذلك اليوم تحاول جاهدة القضاء على الحراك. نظن باللي الحل الوحيد الذي اهتدت إليه السلطة اليوم وهو طريق فاشل ولن ينجح، وهو القمع الأمني للمسيرات السلمية، لأنها لم تجد طريقة أخرى. أكيد سوف تتغير طريقة السلطة، هي تغيرت أصلا في الأسابيع القادمة منذ عودة الحراك في عامه الثالث، بمنع الحراك في الولايات الداخلية، بالتضييق على العاصمة، أيضا بالاعتقالات، المتابعات، الاعتقالات الأسبوعية. أكثر من ذلك قامت بمنع مسيرات الطلبة في الثلاثاء 115 و116، هذه المؤشرات مؤشرات سلبية جدا. ولكن نؤكد لهذا النظام، نؤكد للقائمين على هذا النظام، أن الجزائريين والجزائريات في الشارع متمسكون بسلميتهم وبوحدتهم في مواجهة هذا النظام المتغطرس. نعم، في هذه الحالة ألا يمكن أن تكون هناك، أليست هناك تخوفات من انزلاق حتى ومن مبالغة في ردة الفعل في حال تدخل السلطات الأمنية وأجهزة الأمن لفض هذه التظاهرات أو المظاهرات؟ ألا تتخوفون من ردة فعل داخل الحراك أو انزلاق نحو العنف؟ مقتنعون بأنه مقتنعون أن الجزائريين والجزائريات اللي خرجوا ل116 جمعة لن يتنازلوا عن سلميتهم ولن يعطوا الفرصة لهذا النظام من أجل انزلاق نحو العنف. أي عنف سيحدث في الشوارع يوم الثلاثاء غدا والجمعة القادمة والجمعات اللاحقة هو عنف ممنهج من طرف أجهزة النظام، ولن يستجيب الجزائريون في مواجهة هذا العنف وهذا الاستفزاز إلا بالسلمية، لأنه سلاحنا قوتنا في مواجهة هذا النظام الذي لم يجد اليوم أي مشروع سياسي يمكن أن يطرحه للشعب الجزائري، أي بديل آخر يمكن أن يطرحه للشعب الجزائري. نؤكد مرة أخرى أنه أكثر من 90 مبادرة تم طرحها على هذا النظام، مبادرات انتقال ديمقراطي حقيقية تمكن الجميع من المشاركة في الحكم، تمكن الجميع من العودة إلى الشرعية الشعبية. الذي رفض ذلك هم أجهزة السلطة، الذين رفضوا ذلك هم القائمين على هذا النظام. لن يحدث عنف في الجزائر من طرف الحراكيين والحراكيات. سمير، في سؤال أخير لو سمحت فقط وباختصار، هل تعتقد أن هذه الإجراءات ستكون يعني متواصلة إلى غاية إجراء الانتخابات أو ستستمر بعدها؟ ربما لا يدرك هذا النظام أن الحراك
وضع أجندة بعيدة المدى في تغييره وتغيير رموزه السابقة، وأن هذا الحراك لا يتوقف عند محطة 12-6 كما لم يتوقف عند محطة 12-12 وسيتواصل، سيبحث عن طرق وأساليب أخرى. أنا متأكد أن النظام اليوم يريد الذهاب إلى العنف لقمع الحراك وإنهائه نهائيا، لأنه أصبح أكبر عدو لهذا النظام، ولكن سيفشل كما فشلت كل الأساليب السابقة. شكرا جزيلا لك سمير بالعربي الناشط السياسي الجزائري، كنت معنا من الجزائر، شكرا جزيلا.